أعرب سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم عن بالغ الشكر والتقدير لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية التي شاركت في الإعداد والتنظيم لفعاليات وأنشطة الاحتفال بالعيد الوطني المجيد ويوم التحرير. وثمن سموه في رسائل بعث بها إلى معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، ومعالي وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة الدائمة للاحتفالات بالأعياد الوطنية عبد الرحمن المطيري، ومعالي وزير الصحة الدكتور أحمد عبد الوهاب العوضي، ورئيس مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية محمد أحمد السقاف. ثمن الدور المتميز والجهود المخلصة والتنسيق المتكامل بين جميع الجهات المشاركة في الاحتفالات الوطنية. وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء أن جهود الكوادر الوطنية والطاقات الشبابية أسهمت في تهيئة الأجواء الآمنة للاحتفالات وإظهارها بصورة مشرفة أبرزت الوجه الحضاري لوطننا العزيز. وعبر سموه عن اعتزازه وتقديره لما شهدته هذه الاحتفالات من مظاهر البهجة والسرور أظهرها المواطنين والمقيمون، جسدت المعاني السامية للولاء والانتماء الوطني، داعيا العلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله ورعاهم.